بحضور المطران جور شيحان مطراني مصر وجنوب إفريقيا، احتفلت رعية القديس شربل في عمان بيوم المريض العالمي. وخلال عدة القداس شكر سيادته أبناء الرعية على محبتهم، كما أثنى على أعمال التجديد التي حصلت مؤخراً في الكنيسة المارونية، داعياً المؤمنين إلى عيش الشراكة والشركة والرسالة السينودسية. وفي نهاية الذبيحة الإلهية شكر المطران شيحان الأب جوزيف السويد الوكيل البطريركي للكنيسة المارونية في الأردن وخدام الكنيسة على رسالتهم التي تلاقي صدى إيجابياً لدى عموم المؤمنين. فلنادي بالنشيد قد أوفت جبرائيل، فجر عاد جديد يوحنا صوت الإنجيل. اللهم المجيب صوت الكريم الضايع، لا تدع أنت الحنان السامع. عندما نتشارك كلنا سوا بالعمل اللي بيخليني اختبر الآخر واتعرف على الآخر وحب الآخر، نستطيع أن نكون رسل نحمل رسالة. اليوم نتقن الليتورجية وصلواتنا، منعيشها ومننقلها لعيالنا لأولادنا، ننقلها للمجتمع نحن عم نعيش فيه بمجالات عملنا بأي مكان. فإذن المشاركة والرسالة اللي بتدعينا لإلها الكنيسة بهالسينودوس هو أن نفكر معا ونعمل معا يدا واحدة. أحبائي، احنا اليوم بهالزمن المبارك، بهالأحد المبارك، على ضوء كل الأفكار اللي تكلمنا فيها، بنطلب من الرب بشفاعة القديس شربل ونستلهم الروح القدس يعطينا نعمة الإصغاء، يعطينا نعمة التمييز، يعطينا أن نكون بشركة مع الكنيسة، بمشاركة مع بعضنا البعض، ومن ثم رسل وشهود أصحاب رسالة.